بدينا الواجب الانتخابي نتاعنا، رانا انتخبنا. الانتخاب هذا واجب، ما نخليوش فرصه للاعداء الوطن هذو اللي يتربصوا بالجزائر في الداخل والخارج. انا جيت نفوطي من بكري وانا نفوطي في عمري 77 سنه، كي نفوطي على الجزائر ديالنا على ولادنا على المستقبل ديالنا. مره انا كشاب نعتبر الانتخاب حق وواجب في نفس الوقت، ندعو كافه الشباب الجزائري باش يروح ينتخب وما يخليش الفارغ هذا ويكرر مصيره. استعملت حقي الدستوري وواجبي الوطني، ودعو كل الشباب الجزائري للخروج بقوه وبكثافه لاضفاء الشرعيه للرئيس المقبل حتى يتسنى له اخذ القرارات الصارمه. درت الواجب تاعي كما ينبغي، ونتمناو لانه نشكر على البلاد والرئيس اللي يجي ان شاء الله يرفع الاقتصاد، والشيء اللي وعدنا به يكون المستقبل ان شاء الله، وتكون البلاد هانيه وسالمه ان شاء الله.